Hello again, my dear students, wherever you are. I'm your teacher Asam Sharavati from Assess Platform, and this is class number 2 in the reading skills. طبعا حتكون هاي الحصة رقم 2 في مهارات القراءة. احنا اخذنا الحصة الأولى والآن ننتقل إلى شيء مهم جدا. When you come to read any word or article in English, you have to take this into consideration. لازم تأخذ هذا بعين الاعتبار. هاي بنسميها sounds clusters، يعني مجموعات صوتية. So if you face compound letters، يعني إذا أنت شفت أحرف مركبة بهاي الطريقة T-I-O-N، إحنا بنعرف most of us know that the T-I-O-N okay is pronounced as chin. طبعا احنا بنعرف انها بتنلفظ مثل شن like this. احنا في عندنا مجموعة من الكلمات حتى نتأكد من اللفظ. And I need everyone who sees me to repeat after me. انا بحاجة انه كل شخص بشوفني او بيسمعني انه يعيد من وراي حتى نعمل practice. الناس يا جماعة اهم شيء انه نعمل practice. Okay. طيب the first word is action. شوف كيف بنركز على T-I-O-N. اك وضل عندي شن فاصبحت اك شن. هاي نسميها تو سيلابل وورد، يعني كلمه بتتكون من مقطعين صوتيات. اذا بتتذكروا في الدرس السابق اخذنا اللي هو السيلابل ديفيجن اللي هو التقسيم الصوتي او التقطيع الصوتي. اكشن من شن من شن كولكشن كولكشن ستيشن ستيشن nation nation and the last word is relation relation. This is the first cluster or the first sounds cluster. هذا أول مجموعة صوتية. لذلك إذا إحنا واجهنا T-I-O-N دائما تلفظ بهذه الطريقة شن، هاي حتى نسهل علينا قراءة الكلمات بشكل أفضل. بالانتقال to the second slide إلى الشريحة الأخرى راح نشوف في عندي اللي هو الحرفين GH. إذا إحنا شفنا if we see the G and the G was followed with or by H and it was preceded with I. أهم شيء إنه تكون ال GH حرفين ملاصقات في بعض، أو يعني sometimes مش sometimes حتى والله بشكل يعني أكبر حتكون ال GH في وسط هذه الكلمة as we see here in the table below. مثل ما بنشوف في الجدول في الأسفل أغلب ال GH أجت في وسط الكلمة لكن سبقت بحرف I. هي GH سبقت ب I. GH preceded by I بهي الطريقة. إذا إحنا هون ال GH على طول ما بنشوفهاش كأنها مش موجودة إطلاقا. So we neglect this or these letters okay and jump over it. مباشرة بنقفز فوق هذول ال GH ما بدنا إياهم نهائيا ولا كأنهم موجودات. نقرأهم night. إذا ال GH راحت تلقائيا. right fight high light and sight. إذا ننتبه ال GH تلقائيا حتكون silent or completely silent if these two letters were preceded with the letter I. إذا سبق بحرف ال I على طول نهملهم تلقائيا. الآن ننتقل إلى المجموعة الأخرى من المجموعات الصوتية، وهي كثير ناس يعني fallen mistakes. في ناس كثير بتوقع في الأخطاء عند لفظ الحرفين ال MB. دائما لما يكون في عندي MB اوكي وغالبا ما بيكونوا في نهاية هاي الكلمة فإن البي حتكون silent sound، يعني صوت صامت تلقائيا. يعني احنا بنوصل عند حرف البي بننسى، او بنوصل عند حرف الام بننسى البي تلقائيا. واحنا كثير تعلمنا في المدارس انه في ناس بتلفظها climb غلط غلط يا جماعة. لذلك البي هاي silent، بنوصل عند حرف الام وخلص بنسوي stop بنوقف. هاي ما بنحكي عنها climb، لا بنحكي عنها climb climb. اذا البي هاي silent. كوم مش كومب، اذا البي هون منطيرها. اذا ام and b after each others okay we neglect the letter or the sound b. هون بنهمل الحرف او الصوت b. crumb crumb listen carefully. لام مش لامب زي ما اخذناها في المدارس في بعض الاحيان، لا بنسميها لام اوكي. لم and num، اذا البي هون silent. ننتقل مباشرة إلى الشريحة الأخرى في الساوندز كلاسترز. عندي اللي هي إذا بدأت الكلمة if the word starts with K and the K
is followed with the letter N. Okay, هون ال K حتكون silent يعني كأنها مش موجودة. يعني عندي K N في بداية الكلمة على طول منروح على حرف ال N and we start pronouncing this word from the letter N and neglect the letter K. يعني نهمل الحرف K في لفظنا كأنه مش موجود، كأنه زينة فقط لا غير. لذلك احنا هون ما بنحكي كنايف، لا نحكي نايف. نايت هي كمان جي اتش، اذا بنرجع للسابق مش حكينا الجي اتش سبقت باي، لا تلفظ الجي اتش. هي هون طبقنا قاعدتين كي ان اند جي اتش preceded with اي، اذا هون اصبحت نايت. نو نوليدج، ننتبه على هاي الكلمة، في ناس كثير بتلفظها نوليدج وبتلفظ وبتشد على حرف الدي. هون حرف الدي حاول انك بخارج الحروف دائما الدي والجي ورا بعض تقال على بعض، بتحسهم انهم صعب انه احنا نطلعهم ورا بعض، لذلك بنحكي هون نوليدج. نوليدج ني اند نوك، مش نوك، نوك نوك بهاي الطريقة. نروح على المجموعة الأخرى اللي هي الكلمات that start with WH. WH واغلبهم ممكن تكون ال WH words اللي هي ادوات سؤال WH. احنا بنعرف انه حرف ال H هون تلقائيا completely silent، يعني دائما حيكون عندي صامت ونتجاهله، فاحنا بنحكي هون what. اصلا تلقائيا صعب اني الفظ حرف ال H after the sound ال W اللي هو ال W letter. Why wheat wheel white and while بهاي الطريقة بنلفظ هاي المجموعة. وهاي كمان مجموعة موجودة عندي في الساوندز كلاسترز طلابنا حبايبنا اللي هي الكومباوند لترز، الأحرف المركبة على شكل T U R E. إذا شفنا T U R E على طول ورا بعض فإحنا بنقرأهم مش شر، لا في حرف التي في البداية شر شر. اوكي نركز على هاي الكلمة، يعني انا هون ما بحكي نيشر، لا نحكي نيتشر نيتشر بيكتشر ستراكتشر ليكتشر كلتشر اند فيوتشر. اذا بدنا ننتبه على تي يو ار اي تلقائيا نقراهم بشكل تشر مثل ما احنا ذكرنا سابقا. وفي عندي كمان تركيبة I O N. So if the word okay ends with S I O N, it is pronounced as gen. فإحنا بدنا نعرف إن الكلمة إذا انتهت ب S I O N تلقائيا، وممكن تجي in the middle of the word in some cases بعض الحالات مش دائما في النهاية. لذلك إحنا هون نحكي div، شو ضل عندي gen، أصبحت division vision. شوف ما اسهل اللغة الإنجليزية بس ندركها. تيليفيجن تيليفيجن، شوف كيف؟ اكسبلوجن سوبرفيجن سوبرفيجن اند كونفيوجن اند كونفيوجن. اوكي ممتاز. الآن هذه أغلب الطلاب most of people or students know about this sound، بيعرفوا عن هذا الحرف أو عن هذا الصوت. لكن منعيد من باب التأكيد إنه إذا التقوا الحرفين PH ورا بعض تلقائيا كيف بنلفظهم؟ F sound على طول. PH P and H على طول ورا بعض بنلفظهم. We pronounce this cluster as the sound F. Exactly like this or these words. مثل هاي الكلمات بدأنا BH OTO أصبحت photo photo، احنا حكينا البي اتش اف. تليفون بروفيت بروفيت اليفنت بامفليت دولفين دولفين. ننتقل الان الى المجموعة الاخيرة الموجودة في درسنا. طبعا درسنا اليوم كان خفيف لطيف، يعني نشتغل على الساوندز كلاسترز على مجموعات الاصوات، لذلك هي ولكن these clusters are very important، يعني مهمة للغاية لازم نركز عليها. ممكن اني احكي لك اذا شفت هذه التركيبة TIA او TIE، انا مش ضايفها هون لكن ممكن انه نواجه TIA and TIE التنتين the same sound، نلفظهم شا نلفظهم شا. Like these words initial
initial, partial, 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 dementia, dementia, martial, potential, potential, and negotiate, negotiate. إذن بنركز طلابنا حبايبنا في هذه الحصة القصيرة اللطيفة الخفيفة، كان هدفنا أن نركز على sounds clusters، يعني أنا وين ما بشوف مجموعات من الأحرف متتابعة في إلها يعني لفظ معين، يعني في عندي exact pronunciation لازم أنا أعرفه وأميزه، حتى when I face يعني for example in new words، يعني إذا لما أنا أواجه كلمات جديدة بالنسبة إلي، يعني I must read these words because I have the previous knowledge، يعني أصبح في عندي الآن معرفة مسبقة في الأمور والsounds clusters. طلابنا حبايبنا، بعد ما انتهينا من هذا الجزء في sounds clusters بنكون أنهينا. We come to the end of our class. Hopefully you get the point. Until I see you next time, I wish you the best luck.